السيد رايد فسيحة رئيس المنظمة القضائية للعمال، المهندس محمد صالح البدري الأمين العام الدولي لاعتماد جهاز مركز شهادات الحلال، الدكتور علي الفرير رئيس الجمعية الأفريقية لطب المختبرات، السادة أعضاء المنظمة الأفريقية لاعتماد، السادة الضيوف، السيدات والسادة، يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر، وأنقل لكم تحيات الدولة المصرية قيادة وشعبا وسعادتهم باستضافتها في العاصمة المصرية والتي يعبر عن دفء العلاقات بين مصر وكافة دول أفريقيا. ويسعدني هنا الترحيب بجميع أعضاء الجهاز ومسؤولي الدول الأفريقية الشقيقة المشاركين في هذا المحفل الثاني. كما يشرفنا استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد التي ولدت هنا في القاهرة على أرض مصر منذ 7 سنوات في أبريل 2010. هذا وقد غطت أنحاء كافة القارة الأفريقية كلها، حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي أكد على ثقافة الاعتماد أصبحت واقعا ملموسا داخل القارة وأصبحت على مشارف الحصول على الاعتراف الدولي من منظمات الاعتماد الدولية للعائلات والمعيشات. وهنا أتقدم بخالص الأمنيات بالتوفيق للمنظمة الأفريقية للاعتماد بقرب الانتهاء من أعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية بغرض توقيع اتفاقيات الاعتراف الدولي بالمنظمة الأفريقية للاعتماد.